اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، النجم الكبير كابتن احمد عبد الفتاح. ازيك يا ابو كباتن؟ كابتن اسلام، اهلا بيك. الحمد لله كله شرف تمام. ومنور، الله يخليك. سعداء جدا بوجودك معانا. انا طبعا اللي مبسوط الوجود معاك وعلى قناه نادينا الكبير. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن خلينا ابدا معاك الاول باخر حاجه حصلت منذ قليل، وهو انتهاء مباراه منتخب فرنسا مع منتخب المغرب، وخساره منتخب المغرب من المنتخب الفرنسي. وشيء الحقيقه كان متوقع، ولكن قلبنا وامنياتنا كانت بتواجد المغرب في النهائي. اكيد طبعا احنا صدقنا الحلم، صدقنا ان المغرب يلعب المباراه النهائيه، وصدقنا ان ممكن ياخد البطوله. حتى كمان لما تشوف شعور جماهير المغرب، ما تحسش ان يعني المفروض اي دوله عربيه او افريقيه وصلت للمباراه قبل النهائي، حتى لو خسروا تحس ان هو تشوفهم انتم مبسوطين. لا، الجماهير بتعيط. اوكي. يعني تحس ان هم صدقوا ان هم يبقوا في النهائي، صدقوا ان هم ياخدوا البطوله. فدي حاجه كان شعور حلو جدا، كان هيوصلوه مش للمغرب بس، لا لجميع البلاد العربيه والاسلاميه والافارقه. كان شعور حلو جدا، كنا نحس ممكن في المباراه النهائيه ان المغرب يلعب المباراه النهائيه. ولكن في اغلب المباراه يا كابتن، يعني انا كنت لسه بقول 60 او 65% من عمر المباراه المغرب كان افضل. بص، الهدف اللي في الجيف الاول غير شكل المباراه تماما. اولا، اول مباراه المغرب يخش فيها جون بدري. تغيير طريقه اللعب، اللعيبه مجهده، في حاجات اسباب كتيره جدا غيرت شكل المغرب النهارده. الجون طبعا الدوافع اختلفت لما المغرب دخل فيها هدف، اكيد طبعا. بس كانوا افضل يا كابتن، اكيد يعني في أكيد الملعب انا ما حسيتش بفروقات كبيره. بص يا كابتن، هو المدرب الفرنسي ديشام فكر في حاجه مهمه جدا، ان هو يخلي فريق المغرب يهاجم عشان المساحات ورا تكبر. تكبر، وفي سرعات قويه جدا في فرنسا. اوكي. امبابي سرعه غير طبيعيه، الهجمات المرتده كانت قويه جدا، لكن انا شايف المجمل ان المغرب قدم مباراه كويسه جدا. بالظبط. كان قريب ان هو يتعادل، كان قريب ان ممكن المباراه توصل لضربه ضربات الجزاء اللي هو كان المغرب يفكر فيها. لكن زي ما بنقول في الاخر، المغرب ادت مباراه جيده جدا على المجمل، ادى بطوله على اعلى مستوى، لسه معاهم في الحلم ان يوصلوا للمركز الثالث، مباراه في المتناول مع كرواتيا، وارد جدا يعملوا مباراه كويسه ويكسبوا. دي حاجه نتمناها ان شاء الله في المباراه الجايه. طيب على الجانب الاخر، كيف ترى وليد الركراكي وقيادته للمنتخب المغربي؟ على الرغم من صغر سنه اصبح من المديرين الفنيين اللي ليهم اسم كبير في العالم بقى كمان، مش في المنطقه العربيه فقط. طبعا اكيد. بص، قرب السن كمان بينه وبين اللعيبه، وحاله الود بينه وبين اللعيبه، والروح الحلوه اللي بينه وبين اللعيبه، وحلم ان برضه يكون معاك مدرب وطني، دي حاجه بتوصل اللعيبه، بيبقى حلم مع اللعيبه ان هم يوصلوا لابعد، نتكلم على قبل البطوله، لابعد حته في كاس العالم. طبعا المغرب كان رايح البطوله اقصى حلمه ان هو يعدي الدور الاولاني. لازم نكون مقتنعين بحاجه زي دي. لا لا، كلنا طبعا. بالزبط. طبعا كلنا كنا بنتكلم بهذا الشكل. لكن اولا التوفيق، في حاجات طبعا انت عارف الكوره فيها توفيق كبير جدا. الكوره دلوقتي كانت مختلفه، يعني المستوى في العالم كله، الفرق كلها، انديه ومنتخبات، انا شايف ان الفروقات متقاربه شويه. خلاص ما بقاش المنتخب مثلا ما فيش اربعه خمس ست لعيبه على اعلى مستوى. لا، ممكن تلاقي في كل منتخب لعيب او اثنين مميز، وتلاقي معظم اللعيبه في مستوى متقارب. فالمغرب قدر يوصل لحته كويسه جدا في كاس العالم. المدير الفني ليه دور كبير جدا، اشتغل بطريقه لعب تتناسب مع فكر لعيبه المغرب. الفكر الاحترافي في لعيبه المغرب، انت عارف لعيبه المغرب طول عمرهم بيلعبوا محترفين بره من زمان جدا، انت عارف ان دي مهمه جدا. لعيبه المغرب مصدقين ان هم ممكن يوصلوا. ممكن المدرب الركراكي نفسه مش مصدق ان هو يوصلوا كده، لكن لعيبه المغرب نفسهم كمحترفين لعبوا في انديه كبيره جدا، لا عندهم الدوافع والحلم ان هم ممكن يوصلوا كده، وفعلا وصلوا كده. اتمنى لهم التوفيق، وزي ما قلنا المباراه المركز الثالث والرابع ان شاء الله، المركز الثالث اتمنى ان يوصل فيه المنتخب المغربي. كيف استطاع النهارده المنتخب الفرنسي بقى ان يفوز في هذه المباراه؟ بص، خبرات اللعيبه وفي مواقف معينه في الملعب، وخبرات لعيبه المنتخب الفرنسي، والقوه الجسمانيه واللياقه البدنيه الاعلى. انا شايف ان لعيبه المغرب النهارده اجهاد شويه من العدد المباريات المتلاحقه في مباراه كاس العالم. اوكي. لعيبه المنتخب بس المنتخب الفرنسي، طبيعه اللعيبه، طبيعه اجسام لعيبه المنتخب الفرنسي، لعيبه قويه جدا،
انا شايف النهارده مش باين عليهم الاجهاد، لكن باين على لعيبه المغرب. ده رقم واحد. رقم اتنين، المنتخب الفرنسي ما كانش مستعجل النهارده المكسب، كان محترم المنتخب المغربي جدا. انت لو نازل بتلاعب منتخب المغرب وحاطط في دماغك ان منتخب المغرب ضعيف، لا ممكن تخسر. لا هم ما بداوش، ما فتحوش خطوطهم، لا بيلعبوا زون ديفنس وبيلعبوا على الهجمه المرتده، وده اللي حصل ان هم احرزوا هدفهم الاولاني خطا غريب جدا من خط الدفاع. وتغيير الخطه، انت منتخب المغرب ركراك لعب في الاول 3 4 3، وبعدين لما حصل اصابه في خط الظهر وحصل الهدف غير الطريقه ل 4 3 3. في توفيق بيحصل. انا شايف الجون ده لو كان اتاخر شويه كانت شكل المباراه اختلف تماما، لكن الهدف اللي جه في الاول ده غير شكل المباراه. لكن المنتخب الفرنسي وخبراته، بطل العالم طبعا، عايزين يكملوا سلسله الانتصارات بتاعتهم، وعايزين يوصلوا لتاني بطوله في كاس العالم، ده انجاز كبير جدا ما حصلش غير المنتخب الايطالي سنه 30 و34، والمنتخب المثالي البرازيلي 58 و62، المنتخبين الوحيدين اللي خدوا البطولتين ورا بعض. المنتخب الفرنسي واخد البطوله اللي فاتت، عايز طبعا ياخد البطوله السنه دي. النهارده الرئيس الفرنسي كان متواجد في المدرجات. انت لو كنت، لا غير كده، انت بدات الحلقه كنت بتفرج داخل الاوضه مع اللعيبه، عايز اقول لك عادي جدا اللعيبه عماله تهيص وترقص وهو واقف وسطهم، وناس سعيده جدا، واللعيبه القدام كمان داخلين في وسط لعيبه منتخب فرنسا. تقدروا تشوفوا لنا الفيديو ده يا شباب لو سمحتم؟ هو ده فيديو على الانترنت ولا؟ لا ده كان في قناه، في القناه يعني، في بي ان سبورتس. بالظبط كده. فحاجه جميله جدا، وحاجه طبعا شعور، تعرف ان الكوره برضو طبعا بتزود شعبيه اي رئيس جمهوريه. اتمنى ان شاء الله ان احنا نعيش كمنتخب مصر بقى الفترات الجايه، نعيش الشعور ده ونعيش الاحساس ده، لان احنا فعلا لازم نشتغل عشان نوصل لكده. هل كان في الامكان افضل من كده؟ يعني هل كنا ننتظر من المنتخب المغربي ان هو يصل حتى للمباراه النهائيه؟ مش هنقول ياخد البطوله؟ لا انا من وجهه نظري، لا انا شايف ان المنتخب المغربي قدم عليه تماما، الوصول للمربع الذهبي واللعب حتى المركز الثالث والرابع ده انجاز كبير جدا جدا جدا. ولازم احنا نفخر بذلك، ولازم الجمهور المغربي يفخر بفرقتهم ودولتهم. حاجه بصراحه مشرفه جدا 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 بصراحه. طيب دلوقتي الارجنتين وفرنسا في النهائي، مباراه صعبه جدا. لسه كنت هقول لك جدا رايك في هذه المباراه، خصوصا في ظل ان المنتخب الارجنتيني الناس كلها بتتكلم عن ميسي، والناحيه على الجانب الاخر حتى التاريخ يقف مع المنتخب الفرنسي. اكيد اكيد فرقه مستقره وبطل كاس العالم اللي فات، لكن انا كشعوري كمشجع انا بشجع على المنتخب الارجنتيني عشان انا بحب ميسي جدا. ميسي انا اتمنى ميسي زي ما بقول لك عمل كل حاجه في الكوره. عارف اللي هو اللي عايز بقى يقفل اللعبه، لازم اللعبه تقفل معاه ان هو ياخد كاس العالم. اوكي. ادى بطوله على اعلى مستوى، 5 اهداف 3 اسيست، قائد فعلا حقيقي للمنتخب الارجنتيني. لو قلنا ان كل المنتخبات ساعدت ان الفرقه توصل، مثلا فرنسا الفرقه ساعدت انها توصل للنهائي، لكن منتخب الارجنتين ميسي اللي ساعد منتخب الارجنتين يوصل للنهائي. طبعا. لكن مباراه صعبه جدا، لكن منتخب الارجنتين غير منتخب الارجنتين اللي فات. لا بقت فرقه منظمه، فرقه قويه، بتلعب بشكل معين، بتلعب 3 4 3. احنا دلوقتي لو فكرنا الفرق، معظم فرق العالم دلوقتي رجعت تلعب بطريقه 3 4 3 بس بشكل مختلف. كنا الاول 3 4 3 ليبرو واثنين مساكين، ولكن دلوقتي لا بيلعب 3 على خط واحد، 4 3 دي فطريقه اللعب اختلفت دلوقتي، ومنتخب الارجنتين بيلعب بالشكل ده. هنشوف مباراه صعبه جدا، هنشوف تحدي كبير جدا من امبابي وميسي. مين فيهم هيحمل الكاس؟ مين فيهم هيبقى احسن لاعب في البطوله؟ مين فيهم بعد البطوله دي هيبقى احسن لاعب في العالم؟ فدوافع كتيرة جدا وحاجات كبيرة جدا كل المنتخبين بيفكروا فيها. مباراة صعبة جدا، وأتوقعها مش هتخلص خلال 90 دقيقة، ممكن تخلص ضربات الجزاء. أهم الأوراق الرابحة بقى في المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني، ميسي ومبابي غيرهم بقى؟ والله في طبعا، في أنا أتكلم كالأرجنتين غير ميسي، لا القوة الدفاعية للمنتخب الأرجنتين. القوة الدفاعية، أنا بتهيألي الناحية الجماعية. بالظبط الجماعية في الدفاع يعني. بالظبط الهجوم مفيش. هي دي. بالظبط كده. بيلعبوا بقوة جامد جدا، إحساس إن كل اللعيبة عايزين يكافئوا ميسي، غير طبعا
بلدهم ومنتخب الارجنتين، لا عايزين يقدموا حاجه لميسي نفسه. اه لانه عارفين ان دي اخر بطوله ليه، وعارفين ان الراجل ده عمل حاجات كتيره جدا لبلده. اوكي. الا كاس العالم. فعايزين طبعا تبقى حاجه ليهم، وهتيجي حاجه ليهم، حاجه لميسي. منتخب فرنسا طبعا خط الهجوم بتاعه على اعلى مستوى، غير مبابي، مجموعه من مبابي، جريزمان، بالظبط ايضا جيرو. بالظبط كده، جيرو نقول الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي. ففي تنوع، في تنوع في هجوم المنتخب الفرنسي. فالمباراه تبقى صعبه بين خط ظهر او دفاع منتخب الارجنتين والقوه الهجوميه للمنتخب الفرنسي. مين هيقدر يتغلب في خلال المباراه؟ اتوقع ان المباراه تنتهي بلا اهداف، اتوقع توقعنا، والمباراه توصل ضربات الجزاء. نروح للمباراه اللي بعد كده، مباراه المركزي الثالث والرابع، تحديد المركز الثالث والرابع، المغرب وكرواتيا. احساس ان المغرب طموحه اقوى. كرواتيا بعد تحس بعد هزيمه امبارح، تحس ان اللعيبه يعني مش هو ده طموحها، خلاص كان نفسهم يلعبوا النهائي. فهتلاقي المباراه بالنسبه لهم شكل مختلف. لكن المغرب وصلوا للمباراه دي هتحس ان برضه بيلعبوا على بطوله، عايزين يوصلوا للمركز الثالث، دي بطوله بالنسبه لهم. كرواتيا البطوله اللي فاتت واخدين المركز الثاني. المركز الثاني، المركز الثاني خسرتهم من فرنسا في المباراه النهائيه. لكن المغرب البطوله، المباراه دي حاسس ان هي مباراه بطوله بالنسبه لهم، انه يحصلوا على ميداليه في كاس العالم، المركز الثالث، دي حاجه كبيره جدا. مباراه برضو انا شايف، انا شايف من وجهه نظري في المتناول. بس لعبت المغرب، اهم حاجه الروح اللي هم ماشيين عليها، اللعيبه كلها ماشيه عليها. عنده مشكله ركراكي بعد الاصابات اللي قابلته، حقيقي الاجهاد. حقيقي الاجهاد. دي طبعا دي المشاكل اللي بتحصل في اي منتخب خلال اي بطوله. لعب سبع، ده سبع ماتش يلعبه في فتره 20-25 يوم، طبعا عدد مباريات كبيره جدا خلال ايام صحيح. بسيطه. اتمنى ان شاء الله التوفيق، التوفيق لما يبقى معاك برضه بيخدمك في حاجات كتيره جدا. اتمنى لهم التوفيق عشان يفرحونا ان شاء الله. طيب، كانت في مباراه في دوري المجموعات ما بين المغرب وكرواتيا وانتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. ايه اللي هيكون اختلاف في، هل هناك اختلاف من وجهه نظرك بين هذه المباراه وتلك اللي هتبقى القادمه، يعني الثالث والرابع؟ اكيد طبعا، كل المباراه الثانيه كانت انت بتشوف موقفك ايه في الجدول كاربع فرق، عايز توصل لفين. دي مباراه خلاص، مباراه لازم تحسم بفائز. وانا حاسس ان المباراه تبقى مفتوحه غير المباراه الثانيه. خلاص أيوه. اخر مباراه كل فرقه انا شايف ان دي بتبقى ايه، مباراه الاحتفال، كله بيلعب للاحتفال. وهتفرق في 2 مليون دولار فلوس. ما الرابع هياخد 25، الثالث هياخد 27 على ما اتذكر يعني. فلا قول لي صح ولا غلط يا شباب. انا شايف ان اللعبه هيبقى مفتوح 27 ممكن، صح. ممكن لعيبه المغرب لعبها تتغير عن فتره المجموعات او المباراه اللي فاتت. يعني هو كده المغرب ضمن لبلده 25، اتحاد كرة القدم المغربي او الجامعة المغربية 25 مليون دولار. مبلغ كبير طبعا. لو كسبنا، لو المغرب كسب وطلع التالت هياخدوا 27 مليون دولار. عقبالنا يا رب، عقبال المنتخب المصري. يعني شوف عمالين يخططوا ويعملوا وبتاع وفي الاخر يلا ماشي، اتفضل يا كابتن. طبعا ببارك لهم طبعا قبل الفلوس، الانجاز الكبير طبعا، الانجاز كبير وكل حاجه. بس بقى بص الناس بتفكر فيها بالزبط. هم طبعا قاعدين دلوقتي يقول لك ايه، احنا كسبنا وصعدنا للمركز، المباراه تحديد المركزين الثالث والرابع. في نفس الوقت ما هو انا على الجانب الاخر برضه انا معايا 25 مليون دولار. اكيد الفتره اللي جايه بقى ده انا هنغنغ الدنيا. طبعا اكيد طبعا، اللعيبه يبقى ليها، لا غير اللعيبه، التخطيط بقى اللي هو طبعاً هيبقى افضل. أكيد. انا لما يبقى أكيد. لما يبقى انت معاك فلوس تقدر تحط خطط لما هو قادم، للمرحله القادمه. اكيد اكيد، بتعمل حاجات كتيره بقى كابتن، حاجات كتيره جدا، مش صح المنتخب بس، بتعمل بنيه تحتيه، لا منتخبات الناشئين بقى والشباب وبتاع. انا متاكد ان هيبقى لهم دور افضل الفتره اللي جايه. طبعا اكيد طبعا اكيد، بعد كميه التخطيط اللي عملوها وصلتهم لكده، وصلتهم ان هم ياخدوا 25، يصل للمباراه القادمه النهائيه، يصل ل 25 مليون دولار على الاقل. الحفاظ، الحفاظ على صعب جدا اللي انت توصل المركز الرابع او الثالث في كاس العالم، دي صعبة جدا. عندك بطولة العمر بقى كابتن بعد اربع سنين، ما انت لازم كفرقة وصلت رابع كاس العالم، لازم اول بطولة افريقيا لازم تاخدها. صحيح. ما هو اول تخطيط، اول تخطيط ليهم انا لازم اخد بطولة افريقيا. صح. لو ما خدوهاش يبقى ايه كل اللي انت عملته؟ عندك مشكلة. بالظبط كده. فهو هيشتغل الفترة الجاية على بطولة افريقيا.
إذا هناك اختلاف ما بين المباراة دي والمباراة أكيد. اللي في دوري المجموعات أكيد. يعني. أكيد. طيب عموما هنكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن الدوري المحلي، نادي الأهلي وفوز النادي الأهلي في 6 مباريات، رؤية الكابتن أحمد لما هو قادم بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن احمد، شفت مباراه الاهلي والاتحاد السكندري ازاي في ظل ان الاهلي فاز 3-0 ولكن الاداء لم يكن مقنع؟ طبعا اول حاجه بنبارك للتيم للنادي الاهلي، سادس مباراه على التوالي، دي حاجه كويسه جدا انك انت مجمع 18 بونت. دي بتدي ثقه للعيبه من المباراه الاخرى، بتدي ثقه للجهاز الفني. عوده لعيبه كانت غايبه زي محمود متولي، بدأ ياخد بيرسيتاو كلاعب أساسي في الفرقة، حاجات كتيرة، في نجاحات كتيرة في الفرقة، أو في حاجات كتيرة بتكسبها غير المكسب. صح. في ناس بتخش زي ياسر إبراهيم مثلا بيلعب جنب محمد عبد المنعم وبيبدأ بيحرز هدف، دي حاجة كويسة جدا. ففي تنوع دلوقتي في التشكيل في أداء النادي الأهلي، في تشكيل النادي الأهلي. يعني مثل الكرة عنده من اللعيبة سكوات، من اللعيبة عندك بدل الواحد في كل مركز 2 أو 3. يعني كنا بنتكلم الاول المنافسه بين محمد شريف وشادي حسين، دلوقتي بيرتستاو وفي معاهم حسام حسن. فدلوقتي انت كمدير فني عندك 4 لعيبه بيلعبوا في مركز المهاجم، ممكن ساعات بيرتستاو بيشتغل بالجناح الايمن، عندك ناحيه الشمال احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، وناحيه اليمين حسين الشحات وكريم فؤاد، نص نرجع الملعب نرجع لاصابه طاهر طبعا. طبعا عندك نص الملعب السوليه وحمدي فتحي وديانج وموجن برضو محمود متولي بيشتغل في نص صحيح. الملعب. فالحمد لله انت كمدير فني ما عندكش مشكله دلوقتي في اللعيبه، المشكله دي هتظهر بعدين. احنا دلوقتي الحمد لله عشان مباراه كل اسبوع، مباراه كل 5 6 ايام، مفيش مشكله خالص. المشاكل دي بتبدا تظهر عندك زي المواسم السابقه لما تيجي تخش على ماتشات المجموعات وافريقيه، لما تلعب كل 3 4 ايام مباراه. نعم. لازم يكون عندك سكواد كويس، الاحتياطي عندك زي الاساسي. فده اللي اتمناه الفتره الجايه. الحمد لله دلوقتي مباراه، انا شايف مباراه الاتحاد كمباراه في المجمل، الهدف اللي انت جبته بدري ده اللي عملك مشكله. اوكي. اللعيبه ريحت ريحت، هدفين بقى، حست ان بالظبط، حست ان المباراه سهله. لما اللعيبه تفك وانت في المباراه بتاخد وقت شويه عشان ترجع تاني المباراه، وده ضرب، عارف لو ضربه الجزاء الاولانيه دي كان دخلت كان الاهلي رجع للمباراه بسرعه. لكن لما ضربه الجزاء ضاعت برضو الفرق كان 2، برضو فرق هدفين، فاللعيبه برضو كانت مش قلقانه. لكن لازم نتعلم المباراه اللي جايه ان احنا لازم نكمل المباراه من اولها لاخرها على نفس المستوى. طيب الغيابات اللي بيعاني منها النادي الاهلي هل اثرت عليه بشكل سلبي ام الموضوع مش فارق كتير؟ لا، الفرق الكبيره يا كابتن المفروض ما ياثرش عليه اكيد طبعا. يعني عندنا مثلا زي ما بنتكلم على طاهر محمد طاهر، عندنا احمد عبد القادر من اللعيبه المميزه جدا يعني. صحيح. يعني ناحيه اليمين دلوقتي كريم فؤاد، حسين الشحات لما نزل ظهر بمستوى جيد جدا. انا صحيح. شايف ان حسين بدا يقول اهو انا موجود. صحيح. انا موجود، حاجه، وعمل 2 اسيست بصراحه على اعلى مستوى، الهدف الثالث جه منهم، والكوره اللي اتعملت لبيرسي تاو اللي هو اتعور فيها دي. لكن المنافسه دي بتخلق اداء جيد. لما يكون منافسه في كل 2 لعيبه، كل واحد عايز يبقى لعيب اساسي في الفرقه، المنافسه دي عايزه بتوصل الفرقه لاداء جيد. اتمنى المباراه الجايه نبدا على مستوى، المستوى يعلى شويه. انت عارف برضو ان كان في فتره راحه وبدانا نلعب، بدينا بمباراه المحله وكسبنا ومباراه الاتحاد. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يبقى الاداء افضل. الاهلي فاز 3 ولكن كان هناك تعليقات من مارسيل كولر على الاداء. اكيد طبعا، اكيد مش مبسوط، لان عارف ان لو ضربات الجزاء دي جت كانت شكل المباراه اختلفت. فعشان المباراه كانت سهله معاك واحرزت هدفين في الاول، المفروض اي فرقه بتحرز هدفين في الاول المفروض المباراه بالنسبه له اسهل مش اصعب. لكن اللعيبه صعبتها على نفسها خلال المباراه. لكن زي ما بقول لك، هي دي مشكله لعيبه النادي الاهلي، مش الموسم ده، على موسم سابق لما بيجيب هدف او 2 بدري الدنيا بتهدى معاه شويه. عموما المباراه القادمه هي مباراه صعبه امام نادي فيوتشر، جديه والتزام من لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه او في التمارين استعدادا لهذه المباراه. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مباراه صعبه، مباراه مهمه امام فيوتشر يوم الجمعه. اعتقد المباراه دي ايضا هيكون ليها او هي مهمه وكل مباراه مهمه، ولكن المباراه دي تحديدا هتبقى ليها او نقطه انطلاقه جديده للنادي الاهلي. اكيد طبعا فرقه فيوتشر فرقه محترمه جدا، جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن علي ماهر وكابتن محمد عبد الكريم والجهاز الفني لفيوتشر، مجموعه من اللعيبه برضو بنتكلم على معظمهم كانوا موجودين في النادي الاهلي بقياده كابتن فريق سعد سمير. طبعا طموحات طبعا، انت عارف اي فرقه اي لعيب ما بيكون بيلعب في النادي الاهلي بيلعب في نادي تاني بيبقى مباراته مختلفه بالنسبه له. حقيقي. غير طبعا اي مباراه لاي فريق مع النادي الاهلي المباراه بالنسبه له بتبقى مختلفه. لكن فيوتشر عنده طموح تاني ان هو المحافظه على المربع الذهبي، عايز يفضل في منافسه طول الدوري، لان في تدعيمات كل سنه، عندهم طموحات واحلام ان هم حتى صحيح. في بطوله الكونفدراليه يوصلوا في حته كويسه كاشتراك في اول مباراه او اول بطوله، فعندهم خبرات ومجموعه من اللعيبه مميزه جدا. فهنشوف مباراه حلوه، مباراه كوره بين فريقين عايزين يكسبوا، مش هتتلعب فرقه قلقانه وبتلعبك وخايفه وبتلعب لا فريق فيوتشر فريق محترم الحقيقه، ومعاه مدير فني كابتن علي بالزبط. راجل محترم، مجموعة العمل اللي شغالين كمان ناس أكيد كلها محترمة أكيد جدا أكيد الحقيقة. فهتلاقي هنشوف مباراة حلوة فعلا، اختبار حقيقي لعيبة النادي الأهلي بعد المباراة اللي فاتت، واختبار لفيوتشر برضو خلي أكيد. بالك. أكيد طبعا أكيد، عندهم برضو مباراة صعبة جدا، عندهم المجموعة الأفريقية كمان اللي داخلين فيها مع بيراميدز مباراة صعبة جدا. هنشوف مباراة حلوة، أتمنى إن شاء الله تكون مباراة أولا لعيبة النادي الأهلي تصالح جماهيرها اللي هم من وجهه احنا بنكسب بس ايه شايفين المباراه اللي فاتت الجماهير زعلت شويه من الاداء، اتمنى الاداء يبقى احسن شويه المباراه اللي جايه، الثقه كمان ترجع بين اللعيبه والجهاز الفني. اكيد بيقولوا مستر كولر زعل، وفي زي ما سمعنا في التقرير ان في حصل مناقشه بينه وبين اللعيبه، وهو حاسس ان هو زعلان طبعا اللعيبه، فاكيد طبعا لازم يكون في مصالحه في المباراه اللي بعد كده. طيب ابرز الصعوبات اللي ممكن تواجه النادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه. والله مش شايف ان هي صعوبات، بس انا شايف ان لعيبه خبرات لعيبه فيوتشر هيبقى مباراه بالسهله بالنسبه للنادي الاهلي. لا عندهم في كل مركز دلوقتي اللعيبه على اعلى مستوى، اذا كان في خط الظهر، اذا كان في نص الملعب، اذا كان هجوميا، يعني نتكلم على فريق متكامل. فريق فيوتشر فرقه متكامله، طموحات ودوافع ان هم ينافسوا على البطوله السنه دي، عندهم الطموحات والدوافع ان ينافسوا السنه دي مع النادي الاهلي ونادي الزمالك ومع بيراميدز. هتلاقي فعلا البطوله السنه دي بطوله صعبه جدا جدا جدا، غير انك انت فيوتشر انك انت مش بيفكر المركز الرابع السنه دي كمان مش سهله، مش سهله، ان في انديه قويه جدا بتنافس على المركز الرابع. اذا كان فيوتشر، اذا كان بيراميدز، اذا كان الاتحاد، اذا كان المحله بعد نتائجه الاخيره المميزه جدا، هتلاقي المصري، الاسماعيلي هيجي، فهتلاقي المنافسه على المركز الرابع دي هتلاقي انا شايفها تبقى قويه جدا جدا، هتبقى اقوى من المنافسه على المركز الاول والثاني. ففيوتشر عايز يحافظ على المركز الرابع اللي هو وصل له السنه اللي فاتت، لو الطموح زاد ان هو يحاول يخش المركز الثالث او يخش المركز الثاني، لان انا شايف المركز الاول والثاني انا شايف من وجهه نظري محجوز للنادي الاهلي ونادي الزمالك من وجهه نظري انا السنه دي. لكن اي فرقه عندها الطموح وعندها ان هي فرقتها توصل لحته مميزه في الدوري الممتاز. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه امام فيوتشر، مباراه صعبه ومباراه مهمه، ولكن في النهايه ان شاء الله ننتظر يوم الجمعه مباراه تليق باسم النادي الاهلي ومباراه تليق ايضا باسم نادي فيوتشر. أكيد. انا بشكرك جدا يا كابتن احمد على وجودك معانا، بنتشرف ودايما بنبقى سعداء بوجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا كابتن. انا اللي بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد محمد ومحمد عبد الحافظ هيكونوا، احمد مجدي انا اسف ومحمد عبد الحافظ هيكونوا في ضيافتنا في فقره كواليس المونديال، وكلام هام جدا واحصائيات وارقام خاصه بهذه المباراه المهمه جدا والصعبه جدا اتفرجنا عليها من شويه، مباراه المغرب وفرنسا، ولكن بعد هذا الفاصل.